هنالك توجه من وزارة الداخلية، وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات الاتحادية، أي صفحة أو بيج أو موقع إلكتروني تابع لبيع الأسلحة علنا تم إلقاء القبض على أكثر من شخص وإيداع التوقيف وإحالته للقضاء، إيقاف إجازات منح إجازات بيع وشراء السلاح، تم إغلاق أغلب تم إغلاق كل المحلات اللي تبيع وتشتري سلاح غير مجازة. هاي أكو إجراءات. اليوم إحنا يقول لك اللي يريد يصعد للقمة شو الراد له؟ الراد له باي باي. فاليوم إحنا بتعاون المواطن الحقيقة الأمن، إحنا دائما نقول والكل يعرف الأمن مسؤولية الجميع. اليوم المواطن العراقي وعى وحس إنه أكو أمن. قسم من المواطن تعرف إحنا تقريبا إحنا نحسبها نوبات بالكيلوات، أكثر من 15 طن من الأسلحة المصادرة بكافة أنواعها.